الكثير من النساء اليوم في ظل هذه الأوضاع المعيشية الصعبة تحاول بدء مشاريعهن الخاصة منزليا، لكن يستطعن أن يبدعن في هذه الأعمال، حيث تتطلب هذه المهنة أن يبدعن، خصوصا عندما يعملون بإعداد تحف فنية لعرضها في بازارات محلية ودولية. مراسلنا أسعد الفياض والتفاصيل. لم تستسلم المرأة الذيقارية للطبيعة القاسية التي تعيش فيها، بل قررت اقتحام سوق العمل وإحياء التراث العراقي القديم من خلال الصناعات اليدوية، والتي تلقى إقبالاً واسعاً لا سيما مع مشاركتها ببازارات عديدة تقيمها المنظمات الاجتماعية. كلها هذه أعمال منزلية ومعتمدات على نفسهم، يعني بدوا بأشياء بسيطة وطوروا مشاريعهم الخاصة، وكلهم طبعا بالإضافة إلى هاي المواهب اللي عندهم أنهم كلهم حاملات شهادات، أكثرهم مهندسات ومحاميات وبكالوريوس، كل حاصل يعني أقل وحدة حاصلة على تربية. مشاركتي بالمشروع أو هذا البازار الغاية من عنده إظهار الطاقات اللي موجودة عند النساء الذيقاريات، وخصوصا النساء الموجودة في الناصرية، إنه إحنا نبرز أعمالنا، نبرز طاقاتنا وإبداعاتنا كنساء كقوارير بالنسبة للمجتمع. المرأة العراقية هي مهندسة الديكور نفسها، فهي تختار الألوان والأشكال والمواد التي تقوم بصناعتها يدويا بأبسط الأشياء، حيث يعتبر فن الحرف اليدوية من أهم الحرف التي تقوم بها المرأة الذيقارية، وتشارك بها ببازارات دولية ومحلية. أنا من ضمن مشاركاتي أنه كان رسم على الجام، واشتغلت هم على الشمع، وكان تنوع يعني، ويعني استخدمت هواي ألوان باللوحات، واستخدمت شغلات بالشمع، وأيضا رسمت على الجلاسات ورسمت على الماعين، بس كان أكيد إنه شغل كلش متعب. الرسم مالتي دائما يكون يعني الرصاص والفحم، بديت قبل سنة تقريبا، يعني صار لي سنة شهرين من بديت أرسم، يعني وهذا جزء من رسوماتي، هاي ثاني مشاركة إلي بمعرض، يعني وأهلي هم اللي شجعوني على هاي الخطوة، يعني الحمد لله. تتوارث أسرار وتقاليد الحرف والفنون اليدوية من الأحفاد إلى الأبناء، وتدل على أن هذه الفنون لا تزال تعيش وتتطور، وأن كل من الأجيال المتتالية يضيف دررا جديدة ولامعة إلى كنوز التراث اليدوي العراقي. لبرنامج شمس الفلوجة، أسعد الفياض، ذيقار.